السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. جديد أشغال المدخل الشمالي لمدينة تمارا، شارع الحسن الثاني، تحضيرات متواصلة لمونديال الأندية. اليوم الجمعة، غادي نقربكم في وصلة الأشغال والصورة الجميلة اللي صبح عليها المدخل الشمالي لحدود الساعة. فكما كتشوفوا الإخوان ديال الجارديناج راهم خدامين هنا على اليسار، وخدامين في الروم بوان، خدامين في المدار هنا ديال الدخله ديال المشروع. صراحه حويجات بساط كيعطي واحد الجماليه، وكنتمنى الاستمراريه في هذا الاتجاه هذا، خصوصا مع هذا المجلس الجديد، المجلس يعني اللي وعد بعض الامور والحمد لله شفناها بدات كتخرج للارض الوجود. ف هنا فين كنا صورنا لكم انه انطلقت عمليه الاسفلت، وهي الصوره امامكم، اللهم بارك. صوره جميله، حتى الحركه ديال السياره كتغير في الطريق هذه، والاشغال على قدم وساق، عمال النظافه كذلك يواكبون الامور لحظه بلحظه. صوره جميله من المدخل الشمالي لمدينه تمارا. كنشوفوا عملية الإسفلت يعني شملات الشانطي كامل، يعني تدك القنات اللي كان كيكونوا فيهم الحفار وما شابه ذلك، الحمد لله ما بقاوش. ها واحد الكرياج هنا إن شاء الله اللي غادي يتقاد حتى هو، وندوزو للتراساج هنايا، وغيدوزو للمرحلة ديال الإنارة. فالأمور إن شاء الله الحمد لله كتبشر بالخير، وغادي تكون الأمور مزيانة. فهذه هي الأشغال بمدينة تمارا، المدخل الشمالي، شارع الحسن الثاني. صراحة شفنا الناس واقفين ليل ونهار هنايا كيواكبوا الأمور باش يقربونا من كل كبيرة وصغيرة. في نفس الوقت وحنا كنهضروا على الأشغال ديال المدخل الشمالي لمدينة تمارا، فلازم نهضروا على الأشغال بشارع الحسن الثاني بالعاصمة الرباط، تحضيرا لمونديال الأندية. حنا كنهضروا على التحضيرات وكنهضروا على الاشغال، فكنشوفوا رئيس الفيفا كيلتحق في هذه الاثناء بمطار الرباط. سلام. فكما كتشوفوا معنا، غادي نقربوكم من الاشغال اللي كاينه الان في الجنبات ديال المركب الامير مولاي عبد الله وبالداخل ديال المركب. اشغال مهمه، اشغال كبيره 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 جدا. فكما كنقول لكم، الخدمه كتبدا في ساعات مبكره وكتسالي في ساعات متاخره من الليل. فنتمنوا من الله التوفيق. حنا قربنا العين المكان، مكان الاشغال يعني كيخطوا الاغصان اللي خارجين، كيديروا التروطوار، كيديروا عمليه ديال التبليط الجنبات، كيديروا مكان خاص بالراجلين. يعني كاينه مجموعه من الامور اللي هي مهمه ومهمه جدا كما كتوضح الصوره. تبارك الله ما شاء الله، انتم الاخوان تبارك الله ما شاء الله، الله يسخر الامر. السلامه اولا، فغادي يكون واحد الممر خاص بالراجلين هنا في اليمن، وكذلك في اليسار. او داروها واعره، واحد الرومبون غتكون عندنا الاخوان هنا في اليسار، انا غنكون راجع وغادي تشوفوها. فاللهم بارك، هاد الرومبوان كنا محتاجين ليها الصراحة، خصوصا في هاد البلاصة بالذات. فكما كتشوفوا تركيب الأعمدة الكهربائية، التروطوار على اليمن. فالإخوان أي واحد طاح أونبان ولا شي حاجة في الطريق يدير الأمور ديال السلامة ديالو، باش ما يعرضش ناس أخرين للخطر. وكنتمناو من الناس المسؤولة أنه يدار واحد الرادار هنا، لأن الناس كيجريو بزاف في الطريق، كاين الناس اللي كيمشيو بتمانين، كاين الناس اللي كيمشيو حتى المياه هنا ما عندهمش المشكل. فرجاء كنتمناو من الله انه يعني دار اجراءات اللي تخلي السرعه تنقص ونشوفوا حويجات اللي هي مزيانه. كما كتشوفوا هنايا الكرياج على اليسار ديالنا تبدل بكرياج واحد اخر، تبارك الله ما شاء الله. داكشي الخوت صوره جميله، وذوك البوابات الالكترونيه اللي كانوا، وذوك العرقله اللي كانت او ما شابه ذلك، ما بقاش داكشي. هنا الناس ديال الاناره خدامين، الناس ديال الرصيف خدامين، الناس ديال الجارديناج خدامين، هادشي كله غيمشي واحد السميطات الكازو، والسمطه اللي من وراها تكون خاصه بالراجلين.
الاشغال مستمره، ما كنقولوش كنركبوا عمود كهربائي بعمود، ثلاثه اربعه كيركبوا ضربه واحده، هذوك كيركبوا ليه وهذوك كيركبوا هنا وهذوك يسرحوا الغازو هنا، الغازو امبورتي الاخوان. انتما تبارك الله ما شاء الله، الغازو امبورتي كما كتوضح الصوره، تبارك الله ما شاء الله، الامور غادي الله يبارك. نتمنى من الله التيسير، نتمنى من الله التيسير. اشغال كبيره، اشغال كبيره يعرفها مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط العاصمه. صراحه كنشوفوا المسؤولين واقفين على كل كبيره وصغيره كيجيروا الامور ديالهم. الله المعين، الله المعين، هادشي اللي كنتمنوا لهم الله يسخر لهم، الله يسخر لهم. كما كتشوفوا في الجهه الاخرى هنا الغازو، هنا كنشوفوا تروطوار، هنا كنشوفوا الطريق اللي هضرت لكم عليها اللي هي هذه اللي غتكون خاصه بالراجلين. الله يسخر الامور، الله يسخر الامور. الصوره بدات كتتضح الاخوان، صور جميله هنا بمركب الامير مولاي عبد الله اليوم الجمعه، الاشغال على قدم واسع. يا سلام يا سلام، صوره جميله. هذا هو القريه الجديد اللي كنت قلت لكم الاخوان، تبارك الله داك الشيء هائل. هذا المدخل الرئيسي باش نوضح لكم الصوره، تبارك الله تبارك الله تبارك الله. كما كتشوفوا الاخوان الاشغال على قدم وساق هنا بمركب الامير مولاي عبد الله بالرباط العاصمه، ما شاء الله اشغال مهمه، اشغال ديال الجارديناج، جميع الاشغال المحركه في هذا الاثناء. نتمنى ونتمنى من الله الخير والتيسير، ونتمنى من الله ان الامور تمشي لاحسن الأحوال إن شاء الله. هادشي اللي كنتمناه.